نشرة الأخبار من قناة الغد المشرق نبدأها بالعناوين. عملية سهام الشرق تظهر مدى التلاحم الجنوبي في تطهير الجنوب من الإرهاب. تنظيم الإخوان الإرهابي باع شمال اليمن واستهدف الجنوب انطلاقا من شبوة. مواصلة لسياساتها غير الشرعية، ميليشيات الحوثي تضع يدها على الأراضي السكنية في صنعاء. نبدأ هذه النشرة من عملية سهام الشرق التي أعلنت عنها القوات الجنوبية في محافظة أبين. جسدت عملية سهام الشرق التي انطلقت لتطهير محافظة أبين من التنظيمات الإرهابية مبدأ التصالح والتسامح، وأن الجنوب للجميع، وأن اللقاءات والتقارب الجنوبي قد بدأت نتائجه تظهر للعلن. عملية سهام الشرق التي انطلقت من العاصمة عدن صوب المناطق الشرقية في محافظة أبين لتطهيرها من العناصر الإرهابية. هذه العملية التي وحدت الجهود وأبرزت التلاحم الوطني الجنوبي للوقوف صفا واحدا ضد العدو المشترك ميليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية. العملية التي كتب لها النجاح خلال أيام قليلة استطاعت توحيد الفصائل المختلفة في انتماءاتها السياسية، وفوتت الفرصة على المتربصين بقضية الجنوب العادلة، حيث مثلت هذه العملية أولوية وطنية وأمنية هامة للقضاء على شؤفة الإرهاب وتطهير كافة المناطق الجنوبية المحررة. الميليشيات الإرهابية التي كانت تتحصن في مناطق شرق محافظة أبين ستفقد حلقة من حلقات الطوق، وستخسر منافذ الدعم والتهريب، وستختنق خلايا القاعدة، حيث أنها لن تستطيع التحرك بحرية تامة كما كانت تفعل سابقا أثناء سيطرة الإخوان على شقرة، والتي كانت تجد متنفسا لها للإعداد لعملياتها الإرهابية لضرب العاصمة عدن. قيادات جنوبية بارزة أكدت أن هذه العملية لن تتوقف وستستمر حتى الوصول إلى المناطق الوسطى لتطهيرها من التنظيمات الإرهابية ونشر قوات عسكرية جنوبية لتأمينها تأمينا محكما بما يضمن تأمين الخط الدولي الرابط بين العاصمة عدن ومحافظات الجنوب الشرقية أمام المسافرين. مراقبون يرون أن عملية سهام الشرق جسدت مبدأ التصالح والتسامح، وأن الجنوب للجميع، وأن اللقاءات والتقارب الجنوبي قد بدأت نتائجه تظهر للعلن. ما زال تنظيم الإخوان الإرهابي يحدث خرابا في كافة أماكن وجوده، خاصة في اليمن، والدور المنوط به في خلط الأوراق وهدم مفاصل الدولة. المزيد في التقرير التالي. منذ فكرة التأسيس وتنظيم الإخوان يبحث عن وطن، ولم يغادر قادته من السبل فجاجا مهما كان التواؤه. ركبوا موجات الانقلابات وثورات الشعوب، لكنهم كانوا دائما في مقلوب المجن. دخلوا اليمن وعاظا ودراويش فاستوطنوا الزوايا المهجورة، واغتنموا من الزمن عتمته على طريقة الخفافيش، وتسللوا لواذا عبر موجات وهزات شهدتها اليمن إلى مفاصل الدولة ومراكز القرار، وتلك خاصية دنيئة لا تغادرهم. باعوا شمال اليمن للقادمين من الكهوف، فالسبحة والصرخة يتقاسمان في نقاط كثيرة، ليس أقلها الوعد المزعوم وعدائية السلف الصالح من الأمة. واستهدفوا الجنوب في عمقه الاجتماعي والاقتصادي، واتخذوا من شبوة منطلقا للمشروع التخريبي، فاستأثروا بالنفط خراجا محرما على كل طاعم يطعمه من الشبوانيين مهما كانت فاقته، وليس الخبر كالعيان. لو سألت أي مواطن من محافظة شبوة عن جرائم السلطة المحلية التي يقودها محمد صالح بن عديو، سيجيب بكل بساطة على سبيل المثال منها أكثر من 30 حالة قتل خارج نطاق القانون، وأكثر من 850 حالة اختطاف وتعذيب واستهداف ما لا يقل عن 100 فرد من النخبة الشبوانية، كذلك استهداف قرى ومناطق بالمدافع واختطاف نساء وأطفال.
وجهت العائدات إلى حسابات المهاجر ومسارح التسلية، وتلك جريمة من جرائم الإخوان في اليمن. هؤلاء هم أكابر مجرميها. عجوز شمطاء تلتحف النقاب، درجت على التناقض، تصرخ ملء صوتها في سفور لا يقبله الشرع، وتطالب بحرق أعلام الغرب، وتتبجح بعضوية في مؤسساته التواصلية، تنادي بالوطن ثم تحتسي كأس خيانته في أقرب حانة إعلامية يرتادها القوم، إنها البسوس كرمان. يشاركها في الجرم أحد أدعياء القانون، والذي يتقاسم معها ثمن الوطن ويسعفها بالصراخ كلما بحت حنجرتها المأجورة، وقد يتجاوز التشارك إلى علاقة مشبوهة، إنه المدعو خالد الأنسي. ثم يبارك الهارب من العدالة تحت تهمة السرقة والغلول عبد الباسط القاعدي، والذي تولى مهمة الإعلام وكان يشرف على التسويق والتعتيم، ويجيد طمس الآثار وحجة الأدلة على طريقة المافيا. ويليه في الخداع والتنكر زميله في الإعلام ورفيقه في الانتماء سكرتير مكتب الرئاسة الإعلامي المقال مختار الرحبي، متلون يجيد التحور والتنكر والخداع، فهو حوثي إخواني لا يهمه التعريف ما دامت صرة مال تخطف وده. تلكم هي أبواق التزلف وحراس الوهم الذين يوجهون السباب والشتم عبر منابر إعلامية معروفة التوجه والانتماء بهدف التشويش على مسيرة التغيير والبناء التي ينتهجها المجلس الرئاسي، خصوصا بعد تحرير شبوة وأبين وخروج الجناح السياسي للإخوان من مركز التأثير وانحسار الدعم الشعبي له، والمبني أصلا على الترغيب والترهيب. التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزبيدي محافظ محافظة لحج اللواء أحمد عبد الله تركي، وأكد الزبيدي على الأهمية الكبيرة التي تحظى بها محافظة لحج لدى المجلس الانتقالي الجنوبي ومجلس القيادة الرئاسي باعتبارها العمق الاستراتيجي للعاصمة عدن، مشددا في السياق على ضرورة تكثيف الجهود خلال المرحلة القادمة فيما يخص تعزيز الجانب الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية. شدد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أهمية الارتقاء بعمل الإعلام الرسمي وتطويره ليواكب المتغيرات المتسارعة في مجال الإعلام وتقنية المعلومات. جاء ذلك في لقاء جمعه بحسين باسليم نائب وزير الإعلام، الذي أطلعه على واقع الإعلام الرسمي والجهود المبذولة لفتح المؤسسات الإعلامية التابعة للوزارة وصيانة مقراتها ورفدها بالمعدات الحديثة لاستئناف عملها من العاصمة عدن. وجدد الزبيدي على أهمية عودة كافة وسائل الإعلام الرسمية للعمل من العاصمة عدن. إلى ذلك التقى عيدروس قاسم الزبيدي الدكتور محمد سعيد الزهوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ومجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية، واطلع الرئيس الزبيدي خلال اللقاء على سير العمل في صندوق الرعاية الاجتماعية والصعوبات التي تعترض سير العمل فيه والجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتفعيل عمل الصندوق واستعادة مقراته في عموم المحافظات وتوسيع نطاق عمله وتمكينه من تنفيذ المشاريع المناطبة. التقى محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي مدير عام مديرية رضوم هادي سعيد الخرمان لاستعراض الأوضاع الأمنية ومناقشة الخدمات الأساسية وسبل تسهيل عدد من الملفات المهمة. ووجه محافظ شبوة بترميم المجمع الحكومي القديم حتى تتمكن السلطة المحلية من تعزيز أعمالها. من جانبه ثمن مدير عام مديرية رضوم جهود السلطة المحلية برئاسة المحافظ بن الوزير في دعم المديرية وتسهيل احتياجاتها تعزيزا لخدماتها وتخفيفا لمعاناة أبنائها. ناقش محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد صالح بن هيد أوضاع مطاري الريان وسيئون وجهود التطوير المستقبلية. وأكد محافظ حضرموت حرص قيادة السلطة المحلية لتفعيل نشاط مطار الريان ومتابعة القيادة السياسية لزيادة الرحلات في المطار للتخفيف عن المواطنين. أصدر محافظ محافظة أرخبيل سقطرى المهندس رأفت الثقلي قرارا بتعيين مديرا عاما لمديريتي حديبو وقرنسيا.
وقضى القرار الأول في مادته الأولى بتعيين عبد الحليم محمد عبد الله مديرا عاما لمديرية حديبو، فيما قضى القرار الآخر في مادته الأولى تعيين عيسى سعيد محمد مديرا عاما لمديرية قلنسية وعبد الكوري. تبسط الميليشيات الحوثية على الأراضي السكنية المملوكة للمواطنين بطرق غير شرعية وقانونية، ملزمة عن طريقها المواطنين للتخلي عنها أو منع البناء عليها وتعميرها، ما جعل الآلاف منهم ينتفضون في وجه هذا الظلم. صنعاء اليوم عدا عن وجود الحوثي فيها يواجه سكانها السلب عنوة لأراضيهم وممتلكاتهم، ولكن هذه المرة المدعو المكنى أبو حيدر الجحاف من أكثر الأسامي المتداولة في الآونة الأخيرة، وتناوله المواطنون على محمل الظلم والمعاناة التي واجهوها من الجحاف المسنود من قيادات الميليشيات الحوثية، والتي تعتبر كل ما في الدولة ملك حر لها منذ انقلابها على البلاد في عام 2014، حيث تعاني الفئة البسيطة من تهميش ونهش لممتلكاتها حتى أن أصبحوا غير قادرين على الدفاع عن أبسط حقوقهم. وهنا البعض ممن ضاق بهم العيش وخرجوا على أصواتهم تصل. أنا مشتري معي وثائق، معي بصائر، تعال يشكلوا ناس متقين الله يجوا ينظروا وثائق الناس، لو ما معانش وثائق اخرجونا من اليمن، لا تخرجوناش من الجمعية الخمسين، خرجونا من الجمهورية اليمنية، احنا يمنيين اتقوا الله. احنا اشتينا نعرف في الجمهورية اليمنية هذا في نظام وقانون يحمي المواطن، يحمي حقوق المواطن. احنا جمعيتنا صحيحة سليمة ولا فيها اي مشكلة، طلعنا تقارير مكافأة جهات الدولة مصرحة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، من الهيئة العامة للأراضي مخططة معمدة من كل مكان. لا نفع مع أبو حيدر جحاف ولا لجنة عسكرية، لا نظام ولا قانون ولا هم معترفين به. التعاطي مع الأمور باستهتار ولا مبالاة من قبل من يدعون بأنهم حكومة وأنهم أهل لهذا الشعب المكلوم دفع ضريبته أطفال قد سبق وطالب والدهم بالموافقة على بناء الجدار الداعم لإسناد جدار بيته ليلاقي ثلاثة من أطفاله حتفهم بلا أي ذنب يذكر، فذنبهم الوحيد أنهم من سكان صنعاء تلك العاصمة المسروقة. هذا جارنا العجل الذي منع أبو حيدر جحا ببناية الجدر الساند لحماية على بيته، والآن نكع الجدر الساند واستشهدوا ثلاثة من جهاله. الميليشيات الحوثية أصبحت أشهر منار على علم بحرفيتها بالبسط والسرقة والنهب، فكل ما تفعله ليس له مبرر، فبسطها على السلطة ومقدرات الدولة والمساعدات القادمة للشعب جعلها على الأغلب تعتقد بأن الشعب أيضا وما يملك ملك حر من أملاكها تفعل به ما تشاء، وما عليه سوى السكوت واتباع أوامر ذلك السيد المختبئ حتى هذه اللحظة خلف الكهوف. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. بتنظيم من المجلس الانتقالي ورشة عمل سياسية في المكلا. أهلا بكم من جديد. أقيمت بمدينة المكلا ورشة عمل حول انعكاس المستجدات السياسية على القضية الجنوبية. الورشة قدمت خلالها ثلاث أوراق عمل بحضور أكاديميين وسياسيين. ضمن سلسلة من البرامج التدريبية في المكلا، ورشة عمل عن انعكاسات المستجدات السياسية على القضية الجنوبية. الورشة نظمها مركز التدريب والتأهيل بالمجلس الانتقالي الجنوبي بالتنسيق مع الهيئة التنفيذية لانتقال حضرموت. أمر بديهي أن تظهر هناك مستجدات في كافة الميادين، لا سيما وأن المجلس الانتقالي الجنوبي قد حقق كثير من المنجزات على الصعيد الأمني، على الصعيد الدولي، على الصعيد الدبلوماسي، على الصعيد السياسي، أيضا حتى على صعيد إعادة النظر في هيكلة مؤسسات المجلس الانتقالي، وهذه تعتبر أيضا من ضمن المتطلبات التي فرضها الواقع. نحن في هيئة الرئاسة دائما نؤمن بضرورة
المشاركة وضرورة الشورى والشورى عندما تكون من ذوي الاختصاص تكون في مكانها ومقامها. نتائج اتفاق ومشاورات الرياض والمخارج السياسية والقانونية للقضية الجنوبية إلى جانب استعراض نضالات الشعب الجنوبي وجهود المجلس الانتقالي عناوين لثلاث أوراق عمل قدمت خلال الورشة بحضور عدد من الأكاديميين والسياسيين والشبان. التفاعل كان إيجابي بين الأعضاء المشاركين، أبدوا الكثير من الملاحظات القيمة، طالبوا بإضافة بعض التوصيات التي بالأكيد في نهاية الورشة بيتم استيعابها وضمها. استفدنا من الورشة النقاط اللي كنا جاهلينها استوعبناها الآن في حدودها المخصص لها في استثمار القضية الجنوبية. استفدت من ورشة العمل معلومات كثيرة، تم فيها مناقشات من بعض الدكاترة والأساتذة، وكانت معلومات كبيرة وقيمة واستفدت فيها كثير. ورش الحوار السياسي الجنوبي تهدف إلى توحيد صفوف قوى الثورة الجنوبية وتعزيز اللحمة الوطنية، إضافة لتشكيل رؤية وطنية من خلال الحوار لتنظيم وتوحيد الجبهة الداخلية الجنوبية السياسية والمدنية، أهداف يراد من خلالها الوصول إلى مخرجات من الحوار ووضعها في وثيقة موحدة متفق عليها. أيدروس الخليفي لقناة الغد المشرق. دشن محافظ الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر العمليات التعليمية وتوزيع المناهج المدرسية في المدارس بالمناطق المحررة جنوب المحافظة. وقام المحافظ بتوزيع حقائب مدرسية للطلاب في مدرستي الدنين بمديرية الخوخة والروان بمديرية حيس التي تم تفجيرها من قبل ميليشيات الحوثي. ووجه المحافظ مكتب التربية والتعليم بمتابعة الجهات المعنية لتغطية العجز القائم في المناهج الدراسية وسرعة رفع تقرير متكامل بكافة متطلبات نجاح العمليات التعليمية. نهاية النشرة وعد تذكير بأهم العناوين. عملية سهام الشرق تظهر مدى التلاحم الجنوبي في تطهير الجنوب من الإرهاب. تنظيم الإخوان الإرهابي باع شمال اليمن واستهدف الجنوب انطلاقا من شبوة. مواصلة لسياستها غير الشرعية، ميليشيات الحوثي تضع يدها على الأراضي السكنية في صنعاء. يمكنكم متابعة المزيد عبر حساباتنا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي الغدوائي. إلى اللقاء.